هذا ليس مكانا لتصوير فيلم أكشن يتخلله الدمار والدخان والبيوت المهدمة، إنما هذا واقع يعيشه بعض المواطنين في محافظة كربلاء، هذه المدينة التي تتصدر لائحة الأموال المخصصة لها. ساكنو هذه المنطقة يفتقدون حتى سقف بيت يأويهم. ولا هدموا هذا، شوف هذا كفيلك الحسين أقعد بالشارع، ما حد كفيلك الحسين، السماء والطار ماكو غير الله وانت، ما طول الله يعبك. وهاي العيون وذولا شوفوا عد قلبي خلاص، علي كل شيء ما عندنا، عيشتنا على الحديد والصناديق والقواطي، كل شيء ما عندنا الله وكيلك. حسر علينا، حسر علينا المسواق وحق هو هذا، الله شوف مصيبة الحسين ما حلف بيها. ها حسر علينا الله وكيلك الريوق. ها اي والله العظيم، وكل شيء ما عندنا. ها هاي الريحة كتلتنا والحسين يا خالي، علينا وين نروح؟ ما تقولي وين نروح؟ هاي متحملين جاهدين، الحمد لله، أقول الحمد لله والشكر. فساد طال هذه المنطقة منذ العام الثالث بعد 2000، لتوزع هذه المساحات قطعا سكنية، بعدها تتحول إلى مقلع للنفايات يقتات منها العديد من العوائل الفقيرة، واليوم تحال إلى مقاول جرف هذه المنطقة مع أهلها دون حلول مسبقة. ما عندهم حالة يرثى لها، عايشين على القواطي وعلى الصناديق وكل شيء ماكو. كانوا هنا بهاي اللي حدلوها، هذا مشروع طبعا، مشروع حكومة، مثل ما يقول ما عليه اعتراض، لأن هاي قطع مال المواطنين بالحقيقة. لكن هم نصحوا هنا نشوفهم ذولا جوا البطانية، يعني مثل ما يقول يفترش الأرض والسماء هي الحافة بالحقيقة. هاي فيعني الناشد، مثل ما يقول الناشد مثل مجلس محافظة، السيد رئيس الوزراء، يعني ينظر، أما الناس إن شاء الله ما يقصرون، لكن ينظر مثل هذا، وضع هذا مثل فضلك عمي، وضع هذا البيت، وضع ذاك، ذول يعني أنا شهود عليهم ناس ما عدوا. معاناة مواطنين يفترشون الأرض ويطالبون الحكومة المحلية بإيجاد مأوى لهم. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.